السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي من جديد في اللي هو مساق تدقيق حسابات واحد. وصلنا لعند الفصل الرابع اللي هو بعنوان واجبات ومسؤوليات المدقق. واجبات ومسؤوليات المدقق، التدقيق كأي مهنة اللي بيشتغلوا فيها المدققين يطلق عليهم المدقق، مدقق الحسابات أو مراجع الحسابات. له واجبات من خلال أدائه المهني، وعليه مسؤوليات، وعنده صلاحيات يستطيع القيام بها حتى يؤدي المسؤوليات والواجبات اللي مطلوبة منه. طبعا هنا اللي هو في عنا مقدمة بتتكلم على اللي هو زيادة مهنة التدقيق ودور المدققين في ظل انتشار اللي هو وظهور الكثير من حالات الغش والتلاعب، واللي ترتب عليها انهيار كثير من الشركات، خاصة في الأزمات المالية العالمية اللي ضربت أمريكا والعالم في 2001 و2008 وقبل هيك في 1996. كل ما بتظهر عندنا أزمة مالية وبتظهر اللي هي مشكلات غش، مشكلات فساد، انهيار شركات، بيطرح عندنا السؤال وبعيد نفسه بقوة: وين المدققين؟ ليش المدققين ما اكتشفوش؟ كيف المدقق أصدر تقرير والتقرير ما أظهرش حالات الغش والاحتيال؟ المدقق مسؤول؟ المدقق يجب أن يعاقب؟ المدقق مقصر في واجباته المهنية؟ طبعا هاي الأسئلة اللي هي بتتكرر مع كل اللي هي أزمة مالية أو مع كل فضيحة مالية بتظهر في الشركة. عشان هيك عندنا الفصل الرابع هنا بتكلم على الواجبات وحدود المسؤولية اللي بتتعلق بالمدقق الحسابات وبترتبط بعمله، وامتى بيكون مسؤول عن تقصير او اكتشاف حالات الغش والاخطاء، وامتى بيكونش مكشوف. طبعا المسؤول طبعا اللي هو الاطراف المتضررة من الفضائح المالية والازمات المالية دائما بيحاولوا يجدوا اللي هو زي ما بنقول الشماعة اللي حملوها المسؤولية الأخطاء وحملوها المسؤولية، وبالتالي يتهمون المدقق الحسابات بالتقصير في أداء عمله المهني. طبعا المعايير بتحاول تحط اللي حدود واضحة لواجبات ومسؤوليات المدقق اللي إذا قام فيها حسب المعايير المهنية ما بيكونش مسؤول عن تلك الفضائح المالية والأخطاء والتجاوزات اللي أدت لانهيار الشركات والفضائح المالية. لكن إذا ما كانش ملتزم فيها معناته هو بيكون مقصر في أداء عمله وواجبه المهني. طبعا قلنا اللي هو الفصل بعنوان واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات. في عندي اللي هي النقطة اللي بنتكلم فيها الآن اللي هي مسؤوليات وواجبات المدققين في الفكر المحاسبي والمعايير الدولية. طبعا احنا بدنا نميز بين واجبات ومسؤوليات المدققين بشكل عام من وجهة نظر أصحاب العلاقة، ومن وجهة نظر اللي هي الإدارة، ومن وجهة نظر المساهمين. وبنتكلم على واجبات ومسؤوليات المدقق في الفكر المحاسبي والمعايير الدولية. طبعا احنا بهمناش كثير اللي هو مسؤولية المدقق وواجباته من وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة، لأن الأطراف ذات العلاقة بهمها تحمل المسؤولية الكاملة للمدقق، وبهمها أن المدقق يكون مسؤول عن اكتشاف جميع حالات الغش والاحتيال والتلاعب وعدم دقة البيانات وأي أخطاء صغيرة وكبيرة، لأنهم بيعتبروا أن المدقق كان مؤتمن على اللي هي أموالهم وممتلكاتهم، بالتالي هو مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة. لكن احنا هنا طبعا المدقق ما بيقدرش يلبي تطلعات واحتمالات واللي هو متطلبات ذوي العلاقة كلهم. هنا المدقق بتكون حدود مسؤولياته وواجباته هي المسؤوليات اللي أقرها وحددها الفكر المحاسبي والمعايير الدولية المحاسبية ومعايير المراجعة الدولية والأمريكية. ليش؟ لأن هذه اللي تعتبر اللي هي معايير مهنية، اللي هي المسؤولية هنا حددتها المهنة،
حددت الجهات المنظمة للمهنة اللي من خلالها حددت إيش هي مسؤوليات وإيش واجبات المدقق، وإمتى المدقق بيكون اللي هو قام بعمله المهني على الوجه المطلوب، وإمتى بيكون المدقق قصر وتجاوز في عدم تنفيذ العمل المهني المطلوب منه. عشان هيك احنا بهمنا مسؤولية المدقق في الفكر المحاسب وفي المعايير الدولية المهنية. طبعا تتكلم عن المعايير الدولية المهنية هي المعايير المراجعة اللي حطتها مؤسسات المهنة، يعني جمعيات المدققين في الدول العظمى، الدول الصناعية اللي فيها المهنة متطورة وبتتلاقي اللي هو عمل مؤسسي منتظم وفق أصول وراء مهنية. طبعا احنا عندنا المدقق بفحص انتقادي، بفحص انتقادي في ظل كبر وتضخم حجب المؤسسات التجارية والمالية، فتطور علم التدقيق وبطل المدقق عنده الإمكانيات المادية واللوجستية والوقت الكافي إنه يقدر يفحص كل المعاملات فحص شامل بنسبة 100%. فزي ما حكينا سابقا اتطور علم التدقيق وأصبح المدقق بفحص اختباري، يعني وفق نظام العينات بحدد مدى قوة وضعف نظام الرقابة الداخلية ومدى ارتباطها بالمخاطر في داخل الشركة، وبالتالي بحدد حجم العينة المطلوب فحصها وبفحص حجم عينة بناء على المعطيات اللي تكونت عنده من خلال تقييم اللي هو أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، ومن خلال معرفته بأنشطة اللي هو الشركة وطبيعة عملها بحط حجم معين من المعاملات وبيقوم بفحصها، وبالتالي بيصدر رأي فني محايد، وبالتالي الرأي الفني المحايد اللي هو أصدره كان بناء على فحص جزء من معاملات الشركة اللي هي العينة الاختبارية اللي قام فحصها، وبالتالي هو ما فحصش كل المعاملات، وبالتالي هو حيعطي رأي بناء على نتيجة العينة وليس بناء على نتيجة المجتمع، لكن هو اجتهد بقدر ما تعلم من أمور مهنية وحسب الخطة اللي وضعها إنه العينة اللي اختارها تكون عينة ممثلة للمجتمع، يعني ما ينطبق على العينة ينطبق بدرجة كبيرة جدا جدا على المجتمع، وبالتالي هو يعتقد إنه رأيه الفني في العينة اللي يشابه أو يساوي رأي فني على مجتمع الدراسة اللي هو المجتمع المالي للشركة محل الهم. طبعا بما أنه الفحص انتقادي معناته اللي تم فحصه اللي هو العينة، وبالتالي ممكن اللي هو تكون بعض التجاوزات والأخطاء موجودة في المجتمع وغير موجودة في العينة، فبالتالي العينة بتبين عدم وجود أخطاء نهائي، لكن المجتمع حيكون في أخطاء بدرجات متفاوتة. طبعاً نحن بنتكلم على مسؤوليات المدقق أو مسؤوليات مراجع الحسابات، المعايير المهنية المحاسبية ومعايير التدقيق قسمت مسؤوليات المدقق إلى ثلاث أقسام رئيسية، إلى قسمتهم المسؤوليات إلى أقسام رئيسية. أول قسم من مسؤولية المدقق بنقول عنه المسؤولية التأديبية، المسؤولية التأديبية أو المهنية، المسؤولية التأديبية أو المهنية. ليش قلنا تأديبية؟ لأنها بتكون إجراءات تأديبية بتقوم فيها المهنة نفسها، أو المهنية اللي هو بتقوم فيها المهنة. مين بمثل المهنة؟ النقابات المهنية. مثلا في فلسطين في عنا نقابة المدققين، في مصر اللي هي جمعية المراجعين المصريين، في أمريكا اللي هو مؤسسة اللي هو المدققين. يبقى كل دولة في عندها نقابة بتنظم عمل المهنة، هاي النقابة هي بتدي الترخيص للأعضاء الممارسين للمهنة وفق الشروط والضوابط اللي بتحددها بناء على المعايير، معايير التدقيق، وهي كمان بتتخذ الإجراءات التأديبية في حالة عدم التزامهم بالمعايير المهنية وعدم بذلهم العناية المطلوبة.
يبقى أول مسؤولية بتلحق بالمدققين في حال تقصيرهم في أداء عملهم اللي هي بنقول عنها مسؤولية تأديبية أو مسؤولية مهنية، هي مسؤولية يتعرض لها المدقق إذا ما قام بمخالفة الآداب والتعليمات التي تصدرها الجهة التي تنظم مزاولة مهنة التدقيق. في هذه الحالة يتم مساءلة المدقق من قبل الهيئة العليا للتدقيق في الأردن. لنرى الكتاب وردني عندنا جمعية المدققين، في مصر جمعية المراجعين، في كل دولة اللي هي في نقابة خاصة بالمهنة. طبعا زي ما احنا شايفين انا بتكلم على المسؤوليه التاديبيه في القانون الاردني، لانه الكاتب والمؤلف هنا المرجع اللي قدامنا اللي هو مرجع اردني بيقول طبعا العقوبات التاديبيه والمسؤوليه التاديبيه بتتعلق بنوعين، اذا كان المخالف محاسبا قانونيا او اذا كان المخالف محاسبا متدربا. يعني اللي ارتكب المخالفة الخاصة بالمخالفة اللي بنتكلم عنها هنا وما التزمش بأداب سلوك المهنة، إذا كان اللي خالف ارتكب المخالفة محاسب قانوني يعني مزاول لمهنة التدقيق ومجاز إلى ممارسة مهنة التدقيق وتوافرت فيه كافة الشروط الخاصة المعايير العامة الشخصية الخاصة بممارسة مهنة التدقيق، إذا كان هذا الشخص اللي حصل على ترخيص بعد ما توفرت فيه كل الشروط وبالتالي خالف قواعد وآداب المهنة ومعاييرها، إيش العقوبات التأديبية هنا؟ ممكن التنبيه، والتنبيه احنا بنعرف ممكن يكون كتابي او شفوي، يعني اللي هو زي ما بيقولوا ايش حاجه بسيطه جدا، اجراء اللي هو معنوي اكثر ما هو حسي، طبعا بيكون اللي هو كخطوه اولى بطالب بالمدقق انه ما يقومش بالعمل هذا مره ثانيه والا حيكون في اجراءات اكبر من هيك. النوع الثاني او العقاب الثاني او المسؤوليه الثانيه انذار خطي، انذار خطي يعني تطور الامور، بطل شفوي اصبح خطي، يعني اصبح اللي هو كتابي ومدرج ضمن ملف المدقق الممارس، يعني اي خطا بعد هيك معناته ايش؟ زي ما بنقول هنا زي كارت اصفر، لسه ما بترتبش عليه اجراء في حقه، لكن اي مخالفه بعد هيك حيكون في اجراءات اشد اللي هو من هذا الاجراء. الاجراء الثالث او المسؤوليه الثالثه او العقاب التاديبي الثالث اللي هو تعليق التسجيل، يعني هو بعد ما اخذ ترخيص بمزاوله المهنه واصبح مزاول، طبعا بعد ما نبهوه ما انتهاش وانظروه خطي وما التزمش بيتخذوا الاجراء الثالث اللي هو ايش؟ تعليق تسجيل، يعني سحب رخصه مزاوله المهنه عنه وايقافه عن العمل لمده لا تزيد عن سنتين، يعني خلاص مش من حقه يمارس خلال سنتين هذول اعمال التدقيق، يعني هنا زي ما بيقولوا ايش؟ اللي هو تجميد لعضويته في النقابه. الاجراء العقوبه الرابعه الغاء اجازه المزاوله وشطب اسمه نهائيا من سجل المزاولين. الاجراء اللي قبل كان اللي هو مؤقت بفتره زمنيه لا تزيد عن سنتين، لكن لو اللي هو تطور الامر معناته ممكن اللي هو شطب اسمه نهائيا من سجل المزاولين. طب اذا كان المخالف محاسبا متدربا، يعني ما صارش محاسب قانوني، يعني ما اصبحش مزاول لسه تحت التدريب، طبعا مش حيقدروا يعلقوا تسجيله ولا يلغوا اجازه مزاولته لانه لم يصبح مزاول بعد. فبالتالي ايش العقوبات اللي بتكون عندنا؟ التنبيه، الانذار الخطي، وقف التدريب لانه متدرب لمده لا تزيد عن سنتين. هذا بنسميها مسؤوليه اللي هي تأديبيه او مهنيه، ومين اللي بيقوم بها؟ اللي هو المهنه، اللي هو الجمعيه او النقابه اللي بنتمي لها المدقق. المسؤوليه الثانيه مسؤوليه مدنيه. مسؤوليه مدنيه هنا مش حتكون قدام الجهه ولا النقابه اللي اصدرت الترخيص اللي هي نقابته كمدقق حسابات، لا هنا اللي هي فيها جهات قانونيه في الدوله. هذه المسؤوليه المدنيه مسؤوليه تنشا في حال اهمال المدقق او تقصيره في اداء واجباته.
إذا هو قصر في أداء واجباته وأدى هذا التقصير إلى إلحاق ضرر بالعميل أو الأطراف الأخرى اللي بتعتمد على تقرير المدقق، هنا في ناس تضررت نتيجة تقريره، نتيجة تقريره الغير صحيح، نتيجة تقريره اللي ما اتسمش بالمهنية، نتيجة تقريره اللي كان يتميز بالإهمال والتقصير. هنا لحق ضرر بالعميل اللي هم المساهمين أو الشركة أو الأطراف الأخرى اللي بتعتمد على تقرير المدقق. تنشأ هاي المسؤولية إذا قصر المدقق ببذل العناية المهنية الكافية باعتباره وكيل يعمل بأجر عن مجموع المساهمين. المساهمين حطوا للمدقق يكون وكيل عنهم، وهو بالتالي ما كانش عند حسن ظنهم، ما بذلش العناية المهنية المطلوبة، أصدر تقرير غير صحيح، فبالتالي ترتب على ذلك ضرر بمجموع المساهمين. المساهمين اللي تضرروا والأطراف الأخرى اللي تضررت من حقها أنها تلجأ للقانون وتطالب المدقق بتعويض بمقدار الخسارة اللي تحملوها نتيجة قراره غير السليم ونتيجة إهماله في أداء واجباته. وأنا بتكلم في المسؤولية المدنية عن نوعين من المسؤولية: مسؤولية المدقق تجاه العميل اللي بينه وبينه عقد تعاقدي، لأنه مين اللي عين العميل؟ اللي عين العميل المساهمين، اللي هو الهيئة العامة للمساهمين، هم اللي عينوا المدقق. بما أنهم هم اللي عينوه وعملوا بينهم وبينه عقد، هم وياه وقعوا العقد، والعقد حدد اللي هو أتعابه، حدد صلاحيته، حدد المطلوب منه، فبالتالي بموجب العقد يستطيع العملاء اللي هم المساهمين التوجه للقانون والمحاكمة ضد المدقق اللي ما بذلش العناية المهنية المطلوبة وما قامش بحقه واجبه بالشكل المطلوب، وترتب عليه ضرر إبهم، وبالتالي هم بيطالبوه بناء على إنه بينهم وبينه عقد وهو ما التزمش بالعقد. طبعا هنا المسؤولية المدقق تجاه العملاء. في نوع ثاني من المسؤولية، مسؤولية المدقق تجاه الطرف الثالث. من الطرف الثالث اللي هو الغير، الغير أو الطرف الثالث، بنقول عنه الطرف الثالث اللي هو مسؤولية المدقق تجاه الغير، اللي هو الأطراف الأخرى اللي بتعتمد على تقرير المدقق وما فيش بينها وبينه عقد مباشر. يعني إنسان مثلا الشركة توجهت للبنك عشان تاخذ قرض، القرض البنك بده يتأكد من صحة حسابات الشركة، فبده يطلع على تقرير المدقق. تقرير المدقق، المدقق ما فيش بينه وبين البنك اتفاق انه يدقق له حسابات الشركة، لكن بما انه المدقق دقق حساباته واصدر تقرير، معناته الشركة من خلال هذا التقرير بتقدم تقرير المدقق اللي بيثبت صحة حساباته للجهات المقترضة، وبناء عليه اللي هي بتبرهن على صحة حساباته وبتاخذ قرض. في ناس بتجي تأسهم بناء على هم مستثمرين مستقبليين، بناء على مين؟ على اللي هو تقرير مدقق الحسابات. في دوائر الضريبة بتعتمد حسابات الشركات بناء على مصداقية اللي هو تقرير مدقق الحسابات. يبقى الجهات هذه كلها اللي هو ما فيش بينها وبين المدقق عقد مكتوب، لكن رغم هيك لو لحقهم ضرر نتيجة انه تبين بعد هيك انه المدقق ما كانش باذل العناية المهنية المطلوبة وما كانش قائم بواجبه واصدر تقرير غير صحيح، الحسابات تحتوي على اخطاء جوهرية كثيرة وغش واحتيال ونصب وهو ما كشفاش رغم انها من مسؤوليته، فبالتالي هذه الاطراف برضو من حقها انها تتوجه للقانون والطالب المدقق بتعويضات عن الضرر اللي لحقها تحت اللي هو مسمى المسؤولية المدنية. المسؤولية المدنية طبعا هذه الجزئية اللي هو الطرف الثالث، في اللي هي قضايا جلالية بخصوص، في بيقولوا انه المدقق مسؤول
أمام جميع الأطراف اللي هو الطرف الثالث، مين مكان يكون أي طرف اتخذ قرار بناء على اللي هو تقرير مدقق وبعد هيك تضرر من حقه يتوجه للقانون، وفي بيقولوا لا هو بس الأطراف اللي هو كان بينها وبينه اللي هو عقد مكتوب أو اعتمدت على عقد مكتوب لطرف محدد بالتحديد. طبعا عندنا هنا النوع الثالث من المسؤوليات، المسؤولية الجنائية. مسؤولية جنائية، مسؤولية جنائية هنا أصبحت درجة أعلى من المسؤولية التأديبية والمسؤولية المدنية. اسمها مسؤولية جنائية يعني أصبحت تعامل زيها زي الجناية، كأن المدقق هنا ارتكب جريمة. ارتكب جريمة لأنه جناية، شو معنى الجناية؟ جريمة قتل أو جريمة اللي هي عقوبتها كبيرة جدا، فيها إضرار كبير جدا جدا بالمجتمع. هي مسؤولية يتعرض لها المدقق إذا نتج عن عمله ضرر بالمجتمع بشكل عام. أصدر قرار والناس كلها اتخذت قرارات وفجأة تبين أنه قرار أو تقرير مدقق ما كانش مظبوط، يبقى الضرر هنا آلاف الشركات والبنوك ومؤسسات الإقراض والدوائر الضريبة والإحصاء والباحثين كلهم اتضرروا. يبقى هنا مش شخص طرف واحد أو طرف محدد هو اللي اتضرر وبالتالي يقدر يراجع المدقق ويحاسبه مسؤولية مدنية، لا أنا مسؤولية جنائية لأنها تتعلق بضرر لحق بالمجتمع بشكل عام، الحالة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي في البلد كله إيش؟ مترتب على مؤسسات مالية كلها انهارت، يبقى صار في عندي أزمة عامة في البلد. أزمة عامة في أمريكا، أزمة عامة في أوروبا، أزمة عامة على مستوى العالم سببها تقصير من المدققين. يبقى هنا مش طرف واحد اللي أصبح اللي هو متضرر وإنما المجتمع بشكل عام. في الحالة هذه المدعي العام للدولة يعني النيابة العامة والنائب العام للدولة هو صاحب الصلاحية في إقامة دعوة قضائية على المدقق. يبقى هنا يعني المدعي اصبحت قضية ايش؟ قضية مالية عامة بتخص المجتمع، وبالتالي النائب العام في الدولة هو اللي بيرفع قضية على المدقق وبيطالبه بتحمل مسؤولية جنائية زي الجرائم الجنائية الكبرى لأنه هنا تسبب في ضرر للمجتمع ككل. في عندنا هنا اللي هو مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ، مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ، وهذه طبعا اللي هي قضية جدلية جدا في كل أزمة وكل فضيحة مالية بثار هذا السؤال، وين كان المدقق؟ المدقق مسؤول مش مسؤول؟ احنا مسؤولين مش مسؤولين؟ كيف بدنا نبرئ انفسنا؟ كيف المجتمع بده يحاول يجعل المدقق اللي هو مسؤول والمدقق بده يحاول يقلص حجم مسؤوليته عن اكتشاف الغش والخطأ؟ طبعا هاي نظرا لأهمية هاي المسألة وجدليتها وحساسيتها كان في إلها معيار خاص فيها اللي هو معيار دولي رقم 240، معيار الدولي رقم 240. بيقول لي بيّنت معايير التدقيق الدولية بأن الغش يتمثل في القيام بعمل أو إجراء متعمد من قبل أحد الموظفين أو مجموعة من الموظفين أو من قبل الإدارة أو طرف ثالث، حيث يؤدي إلى تحريف البيانات المالية. تحريف، يبقى الغش عبارة عن إيش؟ الإدارة أو الموظفين في الشركة بيقوموا بتحريف أعمال، الأعمال هاي حتأدي إنه البيانات المالية اللي عندي حتكون محرفة. شو معنات محرفة؟ يعني غير صحيحة، فيها تلاعب. وبالتالي فقد يشمل الأمور التالية: التحريف البيانات المالية إيش بيشمل؟ بيشمل إنه في عندي تلاعب أو تغيير أو تزوير في الدفاتر والسجلات والوثائق. يبقى الدفاتر والسجلات والوثائق اللي عندي فيها تلاعب وتغيير وتزوير. النقطة الثانية من التلاعب في البيانات المالية بيشمل إساءة استخدام الأصول. إيش معنات إساءة استخدام الأصول؟ يعني في استخدام سيء للأصول، في سرقة للأصول أو استخدامها في أغراض شخصية ما بتخصش المؤسسة والشركة اللي بتعود ملكيتها إلها.
النوع الثالث في تحريف البيانات المالية اللي هو عدم تسجيل بعض العمليات، عدم تسجيل بعض العمليات المالية. في إيرادات تحصلت ما تسجلتش، في مصاريف بمبالغ معينة تسجلت بأعلى من قيمتها. الرقم الرابع في تحريف البيانات المالية اللي هو تسجيل عمليات لم تحدث ولم يوجد أدلة تؤيدها. بنسجل مصروفات، سجلنا مصروفات رواتب، طب احنا عندنا مصروفات رواتب، بس في مصروفات رواتب حدثت وفي مصاريف رواتب ما حدثتش احنا سجلناها عشان نضخم بند مصروف معين، مثل ما يكون الرواتب عندي الحقيقية 100,000 دولار بنسجلها ب500,000 دولار، يبقى احنا ضخمنا المصاريف، ضخمنا المصاريف يبقى في عندي ايش؟ سرقة، اللي هو فروقات مالية بمبالغ العمليات التي لم تحدث. في عنا اللي هو النقطة الخامسة في تحريف البيانات المالية اللي هو تطبيق سياسات محاسبية بصورة خاطئة، تطبيق سياسات محاسبية بصورة خاطئة. طبعا الهدف من تطبيق سياسات محاسبية بصورة خاطئة اللي هو إظهار النتائج بغير طبيعتها الحقيقية، يعني أنا في عندي ربح مقدار نسبة معينة بدي أزيده لنسبة أخرى، فبالتالي بلعب بالسياسات المحاسبية وبغير فيها عشان أضلل النتائج وأظهر نتائج غير النتائج الحقيقية، أو أظهر مركز مالي غير المركز المالي الحقيقي. طبعا هذا كله بنسميه في علم التدقيق حالات غش، حالات غش. يعرف الغش كذلك بأنه يتمثل في إساءة الاستخدام أو التحريف المتعمد للقوائم المالية. طبعا هنا عندي الغش ينقسم إلى قسمين، غش القوائم المالية ويطلق على هذا النوع اللي هو غش الإدارة. ليش؟ أنا بتكلم غش قوائم مالية، مش موظف عادي اللي مارس هذا الغش، يعني مش قصة واحد نسي يسجل قيد ولا واحد سجل قيد بقيمة أعلى من قيمته، لا، هذا اللي هو شغل إدارة، لأنها بدها تقلب النتائج، بدها تخلي الربح خسارة والخسارة ربح، تخلي الأصول اللي قيمتها قليلة قيمتها كبيرة، تخلي الالتزامات القليلة تظهر أكبر من قيمتها، يعني بدها تتلاعب في النتائج، هذا بنسميه غش الإدارة. لأنه يشمل التلاعب في السجلات المحاسبية أو المستندات المؤيدة لها، إما بالحذف المتعمد، طبعا كله متعمد لأن هذه عمليات غش، إما بالحذف المتعمد للعمليات المالية أو بعدم الإفصاح الكافي والمناسب عن طريق إساءة التطبيق المتعمد للمبادئ المحاسبية. هذا غش القوائم المالية اللي هو غش الإدارة. النوع الثاني اللي هو إساءة استخدام الأصول. هذا النوع يشمل هذا النوع عمليات سرقة أصول الشركة واختلاسها واستخدامها لغير الغايات المخصصة لها. طبعا هذا الغش اللي هو ممكن يقوم فيه موظفين وممكن يقوم فيه اللي هو برضه الإدارة، لكن خلينا اللي هو نقول اللي هو النوع الأول هو المخصص أو المسمى بغش الإدارة اللي هو غش القوائم المالية، وهو بالمناسبة أخطر من النوع الأول. أما بالنسبة للخطأ، عرفوا المعايير بأنه العمل أو الإجراء غير المتعمد. خطأ ممكن يكون إجراء غير متعمد أدى إلى لحصول تحريف في البيانات المالية، وقد تكون الأخطاء الأمور التالية: خطأ كتابي أو خطأ حسابي، سهو في تفسير خطأ حقائق، تطبيق خاطئ للسياسات المحاسبية، يعني ما بيكونش اللي هو قصد متعمد زي الغش، فبيكون هو طبعا تأثيره ما بيكونش نفس تأثير الغش، لأنه هنا بيكون عادة في حالات محدودة وتأثيره مش جوهري زي تأثير الغش. تقرير المدقق عن الأخطاء والغش المكتشفة اللي هو المعيار قلنا 240. إذا اكتشف المدقق أخطاء أو غش، شو بده يعمل فيها؟ لمين بده يقول عنها؟ لمين بده يتوجه؟ إيش بده يكتب عشان في النهاية يخلي مسؤوليته؟ أول حاجة في عندي قال التقرير للإدارة، يعني بده يعمل تقرير بالأخطاء والغش المكتشف ويرفعه لإدارة الشركة.
لا إدارة الشركة. طب إدارة الشركة ممكن هي نفسها اللي مارست عملية الغش، حتى لو كانت احنا بدنا نفترض انه الإدارة نزيهة، وحتى لو كانت الإدارة مارست برضه بدنا نوجه لها كتاب التجاوزات اللي حدثت عندها. على المدقق أن يقوم بإبلاغ الإدارة في حال اكتشاف أي نوع من الخطأ أو الغش، سواء كان ذلك خطأ ما سواء كان ذلك ماليا أو غير مالي، حيث يقوم بالاتصال مع المستوى الإداري الأعلى فالأعلى، أعلى مستوى في الشركة. ممكن الخطأ اللي قام فيه مستوى إدارة تنفيذية أو مستوى إدارة وسطى أو مستوى إدارة معين، احنا حنخاطب أعلى مستوى إداري في الشركة، ويجب عليه أن يطلب من الإدارة أن تقوم بتعديل البيانات المالية. يبقى احنا حنخاطب بشكل رسمي ومكتوب الإدارة ونطلب منها انها تقوم بتعديل البيانات بحيث انها تحذف منها وتعدل الاخطاء والغش اللي هو كشفه. اذا استجابت الإدارة لطلب المدقق وقامت بالتعديل، فان المدقق يقوم باصدار تقرير نظيف، خلاص احنا كشفنا اخطاء ووجهنا للإدارة كتاب رسمي بالأخطاء هاي، طلبنا منهم يعدلوا القوائم المالية وهم قاموا بالتعديل، استجابوا إلنا وظبطوا الأمور والأخطاء شلوها والتجاوزات اللي هو تم تعديلها، فبالتالي خلاص المدقق بيقوم بإصدار تقرير نظيف إنه الحسابات صحيحة وما فيش فيها أي مشاكل. أما إذا لم تستجب الإدارة لذلك فعليه أن يعطي تقريرا متحفظا أو معاكسا حسب درجة الأهمية. طلب منهم يعدلوا ورفضوا يعدلوا، معناته موكل الحال، معناته التقرير المالي والقائمة المالية غير صحيحة، معناته يا أنا كمدقق بدي أتحفظ أذكر الفقرة هذه في تقريري إنه في جزئيات معينة فيها أخطاء أو فيها غش والإدارة رفضت تعدلها. أو ممكن مشي يعطي رأي متحفظ إنه يقول إن القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة نتيجة أعمال ومركز المال للشركة، وبالتالي الحسابات غير صحيحة، حسب درجة اللي هو الخطأ المكتشف. الجزئية اللي بعد هيك تقرير لمستخدمي البيانات المالية. طبعا المدقق مش هيخاطب كل المستخدمين، هيخاطب الجهة اللي مين؟ الإدارة، جهة المساهمين اللي هم بينهم وبينه العقد واللي هم بيستنوا تقريره. حيروح إذا كان الخطأ أو الغش المكتشف يصل إلى درجة المعنوية يعني الجوهرية العالية، ولم تقم الإدارة بإجراء التعديل اللازم، فإن المدقق قد يعطي رأيا متحفظا أو مخالفا حسب درجة المادية، النقطة اللي حكيناها قبل شوية. إذا لم يتمكن المدقق من حصول على أدلة إضافية من أجل التحقق من مادية الخطأ أو الغش المكتشف، وذلك بسبب قيود وضعتها الإدارة، فإنه يعطي تقرير متحفظ أو يمتنع عن إبداء الرأي، وذلك حسب درجة المادية. يعني هو اكتشف بعض الأخطاء لكن محتاج إنه يوسع الفحص عشان إيش الصورة تكون أوضح عنده. طلب من الإدارة، الإدارة وضعت قيود، رفضت اطلاع على بعض المستندات أو ما تعاونتش معه بشكل كافي، فبالتالي هنا قدام المدقق صورة ضبابية. يبقى هنا يا هو بده يتحفظ يعطي رأي متحفظ، حنتكلم عن آراء عن أنواع التقارير المدقق بالتفصيل في الفصل اللاحق إن شاء الله. يبقى يا بيعطي رأي متحفظ أو بيمتنع عن إبداء الرأي حسب درجة الخطأ اللي هو اكتشفه. إذا لم يتمكن المدقق من حصول على أدلة إضافية من أجل التحقق من مادية الخطأ أو الغش، ذلك بسبب محددات أخرى لم تضعها الإدارة، يعني هو ما قدرش يحصل على أدلة إضافية، الإدارة ما وضعتش على قيد، لكن الدليل اللي هو بده إياه مش قادر يحصل عليه، فإنه يعطي رأيا متحفظا أو يمتنع عن إبداء الرأي، نفس العبارة وذلك حسب درجة المادية. في عندي هنا بعض المؤشرات اللي بيعتبروها الأحداث والظروف والمؤشرات التي يمكن أن تثير شكوك حول استمرارية
الاستمرارية بشكل منفرد أو مجتمع. طبعا المدقق مسؤول عن إصدار تقرير أن الشركة قادرة على الاستمرار أو غير قادرة على الاستمرار لمدة لا تقل عن سنة، لمدة لا تقل عن سنة. لو المدقق وهو بيدقق في حسابات شركة اكتشف أن الشركة هذه كمان 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور مش هتكون قادرة على أنها مستمرة في عملها، معناته هو لازم يصدر في تقريره أن الشركة بتواجه أزمات وصعوبات وعراقيل وهي مش هيكون عندها القدرة على الاستمرارية. ديروا بالكم يا ناس، ديروا بالكم يا أصحاب المصالح، وضع الشركة في خطر. طبعا إيش الحاجات اللي ممكن تثير شكوك المدقق إنه حول مبدأ الاستمرارية؟ في عندي طبعا مؤشرات وظروف مالية وفي مؤشرات وظروف غير مالية. يعني مثلا لو لقي انه صافي الالتزامات المتداولة سالب، صافي الالتزامات أو صافي الالتزامات المتداولة سالب. شو معنى صافي التزامات سالب؟ يعني في حاجات بتخلي المدقق لا هذه حاجة مش منطقية، هذه معناتها بتدل على إنه إيش، في حاجة مش مزبوطة في الشركة. طيب في حاجة ثانية، يعني هذه أمثلة بضرب لنا إياها، عدم التمكن من تسديد ديون طويلة الأجل ذات مواعيد محددة. إحنا في عندنا دين طويل الأجل، يعني المفروض يتسدد بعد 5 سنين، اجت ال5 سنين والمليون دولار القرض طويل الاجل المفروض نسدده السنه هذه، ما قدرناش نسدده، الشركه ما قدرتش تسدده، وراحت عملت اتفاقيه جديده مع البنك وزادت الفائده تاعتها على اساس انه ايش؟ يديها مهله اضافيه، معناته في عليها التزامات طويله الاجل ومش قادره تسددها، معناته وضعها المالي صعب، معناته هي بتواجه عصر، معناته في عندها أزمة، معناته الوضع عندها ما بطمنش. في مؤشرات على سحب الدعم من الممولين والدائنين. البنوك اللي كانت بتقدم قروض للشركة أصبحت تحجم، أصبحت ترفض، أصبحت ما بتتعملش. الشركة محتاجة تمويل، محتاجة قروض عشان تنفذ مشاريع، والممولين رفعوا ايديهم. ليش رفعوا ايديهم؟ معناته إيش؟ وضع الشركة بالنسبة لهم مش مطمن، هذه مؤشرات أن الشركة غير قادرة على الاستمرار، لأن التمويل والقروض مهم جدا عشان تمويل النشاطات. تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، مؤشرات من البيانات المالية التاريخية أو المستقبلية سالبة. تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية سالبة، شو معناه التدفقات؟ يعني المقبوضات أقل من المدفوعات، المقبوضات أقل من المدفوعات. إذا المقبوضات أقل من المدفوعات معناته وضع الشركة المالي سيء جدا، يعني اللي احنا بنقبضه أقل من اللي بندفعه، يعني المطلوبات منا أعلى من اللي احنا بنقبضهن، يعني كمان فترة زمنية بسيطة بنكون احنا ايش؟ مكشوفين، مش قادرين نسدد المصاريف أو النفقات التشغيلية. نسب مالية أساسية سالبة أو متراجعة، النسب عندي بعد ما كانت المبيعات نسبة القد بتتراجع، النقدية سيولة القد بتتراجع، في عندي تراجع في كل حاجة. هاي كلها مؤشرات إذا توفرت معناته الشركة بتواجه إشكالية وغير قادرة أنها تستمر في المستقبل. تقرير مدقق الحسابات، احنا بنعرف او هنعرف في بند اللي هو جاي انه في 4 انواع في تقرير مدقق الحسابات. انه ممكن تقرير مدقق الحسابات يصدر تقرير نظيف ان وضع الشركة سليم وقوائمها صحيحة وفيش مشاكل، ممكن يعطي رأي متحفظ انه القوائم المالية سليمة باستثناء بند معين فيه أخطاء كذا وكذا وكذا وكذا، يعني لكن هذا لا يعني أنه غير صحيحة، لا هي ممكن قبولها لأنه الخطأ المكتشف غير جوهري ما بيأثرش على مصداقية الشركة. ممكن اللي هو المدقق في بيانات بده إياها وما يقدرش يحصل عليها، وبالتالي هو مش هيقدر يصدر حكمه، فبالتالي يمتنع عن إصدار الرأي، بنسميه امتناع عن إصدار الرأي. في ممكن نكتشف أخطاء جوهرية وبالتالي يقول لا، الحسابات لا تعبر عن طبيعة الشركة ونشاطها ونتيجة أعمالها، وبالتالي يعطي تقرير معاكس. 4 أنواع طبعا هيكون لنا فصل كامل عن اللي هو تقرير المدقق. في عندي حقوق المدقق وواجباته. المدقق زي أي إنسان اللي هو صاحب مهنة له حقوق
وعليه واجبات، حقوقه له حقوق مادية ومعنوية، وعليه واجبات مهنية مطالب انه يؤديها. ايش حقوق المدقق؟ يتمتع المدقق بمجموعة من الحقوق تختلف باختلاف نوع الخدمة التي بأديها. طبعا له الحق، مش بده يقوم بعمله المهني، يبقى من حقه انه يطلع على البيانات، من حقه يطلع على التقارير المالية، من حقه يطلب إيضاحات من الإدارة، من حقه اللي هو يطلع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، من حقه أنه يستعين بخبراء عند الحاجة. يعني مثلا في عنده الشركة عندها أجهزة ومعدات وبتعمل لها معدلات استهلاك معينة، طب هذا شغل هندسي، هو ممكن يستعين بخبراء في الأجهزة هذه عشان يقيموا له العمر الإنتاجي، عشان يشوف هل المخصصات اللي عملوها مظبوطة ولا مش مظبوطة. الشركة لها التزامات على الغير، وعاملة مخصصات ديون مشكوك فيها، بده يلتزم بخبراء عشان يشوف المخصصات هذه اللي هي في حدود المعقول ولا مبالغ فيها. من حقه انه يستعين بخبراء عند الحاجة، من حقه يطلع على البيانات والإيضاحات من الإدارة، من حقه انه هو لو طلب شغلة من الإدارة ورفضت تتعاون معه، طب ايش بده يعمل؟ حيرجع على الجهة اللي عينته اللي هو الهيئة العامة للمساهمين، يطلب دعوة الجمعية العامة للمساهمين اللي هم أصحاب الأسهم اللي هم الملاك، عشان يعرض عليهم المستجدات والعراقيل اللي تضعها الإدارة قدامه، عشان ما يكونش هو المسؤول عن عدم إنجاز اللي هو عمله في الموعد المحدد. إيش الحقوق كمان اللي من حق المدقق؟ حق الحصول على الأتعاب المتفق عليها. هاي له حقوق، يبقى حق اللي هو اطلاع البيانات، حق اللي هو السجلات المالية، حق الاستعانة بخبراء، حق دعوة الجمعية العامة للاجتماع إذا دعت أجل ذلك، حق الحصول على الأتعاب. طب إيش واجباته؟ قيام المدقق بتحمل مسؤولياته يتطلب التحديد الواضح للواجبات التي نص عليها القانون. قد بينت معايير التدقيق كذلك القانون المنظم المهنة هذه الواجبات. طبعا ايش الواجبات اللي بتكون للمدقق؟ اللي هو مراقبة أعمال الشركة، من واجبه مراقبة أعمال الشركة، من الواجبات تاعته تدقيق حساباته وفقا لقواعد التدقيق، من واجبه كمان اللي هو فحص أنظمة المالية والإدارية للشركة، من واجبه اللي هو التحقق في موجودات الشركة وملكيتها والتأكد من قانونية الالتزامات، من واجبه اللي هو الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة، من واجبه أي واجبات أخرى تترتب على المدقق القيام بها. كل هذه واجبات لازم المدقق يقوم فيها عشان يستطيع القيام بمسؤوليته. هيك بنكون خلصنا اللي هو الفصل الرابع الخاص باللي هو واجبات ومسؤوليات المدقق.